باسم الجميع نقدر نقول لك بانه وصل السيل الزوبا من جهه الحكومه ديال السي بن كيران. كان المازوط كيدير 5.71 درهم، اليوم المازوط كيدير 9.71. انه التعليم الان وقع في دائره ديال الافلاس. من الداعين الاساسيين لاضراب 29 اكتوبر 2014، لضربه القدره الشرائيه ديال جميع المواطنين وجميع الطبقه الشاغله. الحكومه اللي ضد الشعب المغربي، حنا ما فهمناش علاش احنا مع الاضراب، لان الاضراب حق مشروع. ايوا سي نورمال، اللهم الاضراب باش نشوفوا الفينال فينا تخرج بعدا. نور الدين الحاسيب، كاتب العام ديال النقابه الديمقراطيه الجامعه الترابيه فرع المحمديه، ونائب الكاتب العام ديال الاتحاد المحلي. كنشكر السيد رئيس الحكومه على التعنت ديالو، اللي هاد التعنت هو اللي خلى هاد التنسيق النقابي الثلاثي، لان هاد الحكومه اللي غيواجهها وهو الطبقه العامله والنقابات. كما كتعرف بان في هاد السنوات الاخيره اللي غيواجه الحكومه ماشي احزاب سياسيه، كتعرف بعض الانشقاقات اللي كتعرف بعض الاحزاب. الطبقه العامله عندها امال في هاد الجبهه النقابيه لتصدي لهاد السياسه الحكوميه اللي ما فيهاش غير حزب الحاكم، لان فيها احزاب اخرى للتحالف الحكومي اللي جا كيضرب المكتسبات ديال الشغيله الجماعيه وارتفاع القدره الشرائيه للمواطنين. كما في علم بان ما كاينش في تاريخ اي حكومه تزاد زياده ديال جوج دراهم في البنزين، واللي وكيضلوا على المواطنين في الاذاعات بكل على اخر شهر تيديروا بلاغ في اذاعه بان كاين انخفاض سعر ديال البنزين ب 3 دريال. هو زاد 2 دراهم وتيقول بان راه انخفض 3 دريال، مع العلم ان البنزين على الصعيد الوطني على الصعيد العالمي عرف انخفاض 76 وقيل دولار للبرميل. يعني خاص هذيك 76 دولار للبرميل خاص يكون انخفاض على المستهلك 3 دراهم، يعني خاص ترجع للاثمنه المولدية، خاص ترجع اقل من الثمن اللي كان سابق. هما اختاروا على هذاك الثمن النقص، نقصوه من صندوق المقاسة اللي كان كيدعم ب4 دراهم، ولا دابا كيدعم اقل من درهم. هذا هو الاشكال اللي كاين. وهذا تيقول بان هاد البلاغات اللي كيخرجوا من الناطق الرسمي باسم الحكومه، السي الوزير الخلفي تيقول بان الحوار مفتوح، بان النقابات اتفاق ديال 26 ابريل 2011 بانه تم بانه تم الاتفاق عليه. هذا بهتان وكذوب، بان الحوار اصبح ما بقاش حوار اجتماعي ولا حوار تشاوري. والملف اللي فيض الكاس هو ديال التقاعد، اللي ما استشرش مع النقابات، اللي كيتنافى مع الدستور الجديد اللي صوتنا عليه في 2011 ومع الخطاب الاخير ديال الخطاب ديال الملك اللي كان كينشد بالنقابات الجاده بالمغرب واللي ساهمت في السلم الاجتماعي في السلم الاجتماعي في 2014. والسيد الوزير رئيس الحكومه الان تيقول بان النقابات تحمل مسؤوليتها بان استقرار البلاد، وكنحمل مسؤوليه. حنا ماشي هو اللي عنده غير على البلاد ديال الاستقرار، حنا كنا مغاربه وعندنا هم ديالنا هو استقرار البلاد والمحافظه على الامن ديالها، والحمد لله اي مواطن كيما شأنه يكون مثقف او غير مثقف
كمل عرف الحراك العربي في السنوات الاخيره اللي كتهضر معاه تيقول لك الله يحفظ هذا البلد ديالنا. والحمد لله احنا مسؤولين وواعيين وربط المسؤوليه بمحاسبه، احنا في المسؤولين النقابيين كنأطروا، وهذا التأطير ديالنا هو اللي شفتوا معنا اليوم بان كنبلغوا جميع المنخرطين ديالنا ومنخرطات على اساس باش يكون اضراب سليم وفي حق دستوري، وما كنخافوش من الاقتطاعات. الا بغى يقتطع يقتطع لهذوك البرنامجيين اللي ما كيجيوش، كيجيو غير في الجلسه الافتتاحيه كما شفتوا اللي كيكون في مترأسها صاحب الجلاله، كيجيو وكياكلوا الحلوه وكيمشيو بحال هما، ما كيبقاوش يجيو للبرنامج. هذوك هما اللي خص يقتطعوا. وكما شفتوا الاحداث اللي عرفها البرنامج، هنا تيبان لك بان ما بقاش احترام ديال المؤسسات. هناك شغف في البرلمان، شغف في البرلمان في جميع الاحزاب، وخاص على رئيس البرلمان باش هذوك اللي تضربوا في البرلمان يحيلوا مع المجلس التاديبي. وحنا كنتسناو في هذا الاجراء الدار، ما كانش هذه الاجراءات، لان تميع العمل وتشردم العمل النقابي ولا الحزبي، كما كتشوف بان النقابات ولاو منشقين اللي من هبه ودبه، ما عنده لا مخاطين، كيمشي يدير اللي دار وكيهجموا على المقرات وكيجيبوا البلطجيه. وحنا ثمن هاد حنا كنطالبوا على اساس باش يطبقوا الربط المسؤوليه بمحاسبه. وفي هاد العهد هاد الحكومه الفساد اللي ضرقوا عليه ما كاينش شي حكومه. إذن ثلاث نقابات يعني عزمه انها دير اضراب وطني يعني تشل الحركه بالمغرب، واش الا كانت شي حوارات انكم تجلسوا مع الحكومه واش ما غيديرش هذا الاضراب هذا؟ احنا ننفذ القرار ديال الاضراب ديال اضراب انذاري، لان باش يعرف رئيس الحكومه بان كيتبجع في البرنامج، تيقول بان الشعب والمغاربه فرحين على هذه الزياده، كون لان الشعب المغربي كله ما تحتج ما والو. حنا هذا الاضراب انذاري 24 ساعه خاصو يتنفذ، وكون على يقين بان 300% غيتنفذ، لان الاجراءات الترتيبيه كلها درناها لا على مستوى التنظيم وعلى مستوى الحفاظ على الامن وعلى مستوى جميع، لان النقابه هي حق دستوري ما تجيش تلقى في هذا العهد الحكومه. الا بغى الاقتراحات ديال التقاعد، كاين اقتراحات اللي جاده ومسؤوله، كاين خاص كما كيقولوا الاخوان في الفريق الفيدرالي الضاربه على الثروه اللي كي ما قادرش، باغي غير هاد الطبقه المتوسطه، واللي احنا كطبقه شغيله وطبقه عامله الزياده ديال الاخيره اللي جات في الضو والماء، يعني زياده مهوله، زياده صاروخيه تطيحك في تروازيام ترونش. يعني شكون اللي تيقول لك بان رئيس حكومه البنزين ما كيستعملوش الطبقه الوسطى والطبقه الكادحه، مع العلم بان البنزين اللي كيستهلك هو مول الموتور، مول الدراجه الناريه هو اللي كيستهلك البنزين. اما هذاك الناس اللي كيهضر عليه هو راه عندهم شركات كيديرها بكارت كيشي كيدير البنزين. وحنا كاين تناقض، يعني كاين تناقض، كاين تناقض. حنا تسنينا ديك الخطابات محاربه الفساد والتماسيح والعفاريت، حنا هذا الاضراب غنخرجوا التماسيح والعفاريت لارض الوجود. لارض الوجود، شكرا.